بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحيي ماس الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية وبالذات في شيكاغو على الجهود المباركة التي يبذلونها في نشر الإسلام المعتدل الوسطي والعمل مع جيل الشباب ليكونوا إن شاء الله قادة للعمل الإسلامي في أمريكا الشمالية. هذه الجهود الكبيرة التي يقدمونها لها ثمارها ليس فقط على أمريكا، وإنما هؤلاء الشباب أنا وجدت لهم تأثير حتى على بلادنا. أنا محتك بالشباب في كل مكان، لم أرى أكثر وعيا وأكثر مهارات في المتوسط من الشباب الذين يأتون من الغرب بالذات، فأنتم تزودونهم بالإضافة إلى هذا العلم وهذه المهارات العظيمة وهذه التقنية المتقدمة، تزودونهم بمنهج الله سبحانه وتعالى والمنهج المعتدل البعيد عن التطرف والبعيد عن العنف والبعيد عن التفريط والتساهل، وإنما إسلام معتدل وسطي كما هو حقيقة الإسلام. فأهنئكم على جهودكم الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل حركة وفي كل سكنة، وأدعو كل من هو مطلع أو محتج أو حاضر في هذا العشاء المبارك أن يدعم الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية، وكل مسؤول عن بالذات الأقرب فالأقرب، فالذين في شيكاغو مسؤولون عن العمل الذي فيها، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني عمل حملة لجمع التبرعات في تبوك. فهنا في مبدأ لطيف بس أحب أن أختم به، بعض الناس يقول والله أنا أتبرع بالسر أحسن، بينما هناك حالات يكون التبرع العلني أفضل من التبرع السري، ومن هذه الحالات عندما يكون تبرعي فيه تشجيع للآخرين أن يتبرعوا. في هذه الحالة لو تبرعت سرا قد لا يتشجع الآخرون، لكن عندما أتبرع علنا لي هذا الأجر، أجر التبرع، ولي أجر كل من تشجع بتبرعي. فأرجو أن يكون شعاركم اليوم إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، فادعموا هذه الجمعية المباركة. أنا أعرف هذه الجمعية معرفة شخصية، وأعرف الذين أسسوها والذين يديروها، وأهنئهم يعني على هذه الجهود التي يقدمونها، ونشهد لهم إن شاء الله بالصلاح والإخلاص وبالعمل الجاد لنهضة الأمة وعز الإسلام. فكونوا داعمين لهم، وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.